بديت من بديت بالكيك بوكسينغ اللي من كنت صغير 10 سنين هكاك، وراني دابا الحمد لله بطل عالم بطل اوروبا، ويمكن في مستقبلا نكون شي واحد كبير بحال بدر هاري. اخر الماتش ديالي كان في ارنم كوليج 2 فين لعب تا بدر هاري، وهذاك النهار لعبت وربحت وفرحت بزاف. اليوم كنت في قرشيف والناس من قرشيف راهم فرحان بيا، وعطيتهم شي حاجه اليوم شي موتيفاسيون اكسترا، وفرحت باللي كنت هنا. مور اخر الماتش ديالي ربحت بطل عالمي وجلالة الملك نصر الله اعطاني واحد رساله، وهذيك الرساله اعطاني واحد موتيفاسيون اكبر، وكل يوم كنشجع راسي باش نكون واحد البطل اكبر بالعالم في العالم وفي المغرب. الا كيلعب زكريا كنشوف فيه كنفرح، كيدابس مليح، و افتر ذا ماتش I feel good that he won and it's an amazing feeling. انا المهم التحفيز اللي كان وهو كان خالهم سبقهم لهذا الرياضه هذه، من تما خداو وانا شجعتهم كثير، وهما بداوا صغار يعني في سن مبكر، وحنا كنا بالتشجيع ديالهم تابعينهم هكا شويه شويه حتى طوروا راسهم، وانا شفتهم مايلين لهذه الرياضه ما قدرتش نوقفهم، ما قدرتش رغم ان الام ديالهم ما كتبغيش يعني هذه الرياضه، ولكن حنا ما عندنا ما نديرو، ما بغاو هذا الاتجاه ما قدرناش نحرموهم، وراهم موفقين فيه ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. وكنشكر هاد مدينه قرسيف على هاد المدينه ديالنا، يعني حنا ولاد قرسيف ولاد الجهه، وكنشكروا عامل الاقليم وعلى هاد الحفاوه والتكريم اللي كان داروه لنا هذا النهار. هذا كان تكريم رائع، وحضروا فيه البراعم الصغار والشباب، المهم كان داك شيء عجيب، كل شيء الناس كانت فرحانه، المهم كان واحد التكريم رائع كتخشع له القلوب يعني بداك الحماس ديال الجمهور، وكانت الصحافه يعني بكثره. وكنشكروا جلاله الملك على التهنئه ديالو على الرساله الملكيه اللي تسلمها زكريا زكريا على يد سفير جلاله الملك نصره الله ديال هولندا، وكنشكروا كثير جلاله الملك، وكندعيو معاه وكنتمنوا له التوفيق ان شاء الله. وكنشجع الشباب ديالنا، وتا هما عندهم بوسيبيليتي باش يكونوا واحد النهار بطل عالمي بحالي. وبغيت نشكر سيدنا تا غوفنور تاع قرسيف والشباب ديال المدينه قرسيف، وكدير لي مزيان الا كنشوف الشباب كيديروا هذا السبورت كيك بوكسينغ، وان شاء الله يكونوا مزيانين في هذه الرياضه، وهذاك الشيء اللي كتعطيني بزاف موتيفاسيون وكيعجبني الحال. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.